أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة الرابعة لهذا اليوم تتابعونا فيها. 20 شهيدا مدنيا في قصف للنظام على حي العزيزية بالحسكة، والقوات الأمريكية تسحب جنودها من أطراف المدينة. ثوار حلب يصدون محاولة تقدم للنظام باتجاه الكلية الفنية، ويستعيدون أجزاء من تلة الأقرع في هجوم معاكس جنوب حلب. تصاعد حدة الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام جنوبي مدينة داريا، والأخيرة تسيطر على عدة أبنية سكنية. استشهد 20 مدنيا وجرح عدد آخر جراء قصف مدفعي للنظام على مبنى سكني قرب سوق الخميس ومعمل البلاط في حي العزيزية بالحسكة. وفي هذا السياق أكد شهود عيان أن عائلات كاملة لا تزال تحت أنقاض الأبنية. يأتي ذلك وسط اشتباكات متواصلة في أحياء غويران والنشوة الشرقية والفيلات الحمر، ما أدى لمقتل العشرات من الطرفين. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها طالبت النظام عبر موسكو بتجنب استهداف مناطق وجود قوات التحالف في أطراف مدينة الحسكة. وكان مصدر في البنتاغون أكد أن الجيش الأمريكي سحب قوات خاصة تابعة له من مواقعها شمال سوريا على خلفية بدء النظام بقصف مواقع للوحدات الكردية في الحسكة، مضيفا أن عددا من جنود القوات الأمريكية الذين غادروا مواقعهم صغير نسبيا، لكنه لم يوضح فيما إذا ما جرى سحب جميع القوات في تلك المنطقة أم لا. كما أكد المصدر أنه لم يتعرض أي عنصر من القوات الأمريكية للإصابة في قصف النظام على المدينة. بدون سابق إنذار، غارة كثيفة شنها الطيران الحربي على مدينة الحسكة، وعلى ما يبدو أن النظام لم يضبط حساباته هذه المرة ولم يخطها بتلفيقات واتهامات كعادته، فحسب توعدات ستكون عواقبه وخيمة. فالرد هنا جاء سريعا، حيث أعلن البنتاغون أنه قد أرسل مقاتلات لحماية قوات التحالف القريبة من مدينة الحسكة، حيث قال المتحدث الكابتن جيف ديفيس أن الطائرات الأمريكية ستدافع عن القوات على الأرض إذا تعرضت لتهديد من أي جهة كانت. ولم تقف التوعدات عند هذا الحد، فقد أكد عسكري كردي أن النظام سيدفع ثمن مجازفته بقصفه للحسكة، واعتبر طرد قوات النظام من المدينة سيكون ضمن الخيارات التصعيدية القائمة. وعلى الصعيد الميداني، سيطرت وحدات الحماية الكردية على غالبية حي النشوة الشرقية، وتمكنت من تطويق قوات النظام في المربع الأمني بشكل كامل وسط مدينة الحسكة. كما تمكنت الوحدات أيضا من السيطرة على كلية الاقتصاد والمعهد الصناعي والصوامع في حي غويران جنوبي المدينة بعد معارك مع قوات النظام وميليشيا الدفاع المدني. وعلى إثر الاشتباكات والمعارك الدائرة على أكثر من صعيد في المدينة، قامت الوحدات الكردية بإجلاء الآلاف من المدنيين غالبيتهم أطفال ونساء من المنطقة، وذلك بعد أن سقط عشرات المدنيين ضحايا للقصف خلال 48 ساعة الماضية. إذن هي صفحة جديدة لتاريخ القتال بين الطرفين، والذي طالما بين أنه لا النظام ولا القوات الكردية لديه رغبة في القضاء على الآخر، فعلى الدوام كانت المواجهة مرآة لتحالفات وحسابات سياسية تنعكس على أرض الواقع، ولا يمكن رؤية الصراع المشتعل حاليا بين الأكراد والنظام بعيدا عن تلك الحسابات.
أعلن المتحدث باسم قوات النظام في بيان له أن وحدات الحماية الكردية صعدت مؤخرا من اعتداءاتها على مؤسسات النظام ما استدعى منها الرد على هذه الاعتداءات. وأضاف البيان أن الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني الأسايش صعد في الآونة الأخيرة من أعماله الاستفزازية في مدينة الحسكة كالاعتداء على المؤسسات وسرقة النفط والأقطان وتعطيل الامتحانات وارتكاب أعمال الخطف بحق المدنيين وإشاعة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ما استدعى ردا مناسبا باستهداف مصادر إطلاق النيران وتجمعات العناصر المسلحة المسؤولة عن هذه الأعمال الإجرامية بحسب وصفه. إذن مشاهدينا، معنا شروان إبراهيم مراسل أورينت نيوز يحدثنا من أربيل. طبعا ننوه إلى أن هناك صعوبة بالغة في الوصول إلى أحد الناشطين داخل مدينة الحسكة للوقوف على آخر التطورات هناك، لكن شروان أنت على تواصل دائم مع كثير من الأهالي المتواجدين في الحسكة. دعنا نبدأ ميدانيا من آخر الأخبار وسقوط هذا العدد من المدنيين، هناك 20 شهيد في الحسكة جراء قصف مدفعية النظام لحي العزيزية. ما التفاصيل لديك طبعا من خلال تواصلك حتى الساعات الأخيرة مع الأهالي في الحسكة؟ كما أشرت إلى عدد الذين سقطوا سقطوا حياتهم جراء قصف النظام، حتى الآن قرابة 20 شخص وجرح قرابة 60 شخص، ربما 35 منهم بجروح بليغة والبقية جروح بسيطة. طبعا هذه الأحصائيات كانت حتى فترة الظهيرة وعن طريق مؤسسات مدنية أو طبية تعمل في تلك المناطق، ولكن بالنسبة لعدد القتلى من الجانبين المتحاربين حتى الآن ليست هناك لا تصاريح رسمية من الجانبين ولا تلك معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية للطرفين، سواء طرف وحدة حماية الشعب الكردي أو من طرف النظام وميليشيا الدفاع الوطني، أو ربما هناك يقال بحسب التصاريح من قبل المقاتلين التابعين لوحدات حماية الشعب، بحسب تصاريحهم للمؤسسات الإعلامية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، يقال بأن ربما عناصر من حزب الله اللبناني أيضا والحزب الثوري الإيراني يشاركون في تلك المعارك، ولكن حتى الآن المعلومات ليست وقتها مجرد أقاويل، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. بالنسبة للطائرات التحالف التي يقال بأنها كانت في سماء الحسكة ليلة البارحة وربما تفجر اليوم بحماية الخاصة الأمريكية في تلك المنطقة، هناك لغط في هذا الموضوع، الحسكة ليست فيها أي قوات أمريكية أو تابعة لقوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة، هناك عدد من المشرعين والضباط العسكريين الذين لغرض التدريب وكذلك لتبادل الاحداثيات مع وحده حمايه الشعب التي تحارب الدوله تنسق مع القوات الجويه مع سلاح الجو التابع للتحالف الدولي، ولكن ليست كما الموضوع ليس كما نشرته حتى وكاله رويترز للانباء، لان الوجود الامريكي منطقة الجزيرة وفي محافظة الحسكة يقتصر في منطقة رنجلان التي تبعد حوالي مسافة 100 كيلومتر عن مدينة الحسكة. نعم، شروان، ما تحدثت عنه وزارة الدفاع الأمريكية عن سحب قوات خاصة تابعة لها في الحسكة هم عبارة عن مستشارين عسكريين وليسوا قوات خاصة من المارينز الأمريكي أو غيرها من القوات؟ بالتأكيد، كما البنتاغون أشار إلى ذلك، وأنا أيضا قلت الموضوع وكالة رويترز هي التي نشرت هذا الموضوع بأن قوات خاصة أمريكية، لكن هذه القوات حجم هذه القوات أقصد هي مقتصرة على بعض الجنرالات والضباط لغرض الاستشارة العسكرية والتدريب وكذلك تبادل الإحداثيات أثناء المعارك والاشتباكات مع تنظيم الدولة. طبعا هناك نقطة أخرى أريد الإشارة إليها أيضا، وهي أن صباح اليوم ربما القصف الجوي قد خفف كثيرا على مدينة الحسكة من قبل سلاح الجو التابع للنظام. نعم، ويقال بأن معظم عمليات القصف التي حصلت اليوم تحدث عن طريق المدفعية الثقيلة. نعم، القصف هل طال أحياء أخرى شروان عدا حي العزيزية والذي سقط فيه عدد من المدنيين، هناك شهداء وجرحى، ما هي المناطق التي تقصف حتى اللحظة من قبل مدفعية النظام؟ المناطق التي تم استهدافها
لهذا اليوم بحسب تواصلي مع بعض الناشطين المقيمين في الحسكة، طبعا هو بالدرجة الأولى في حي العزيزية المجاور لحي غويران وكذلك الفيلات الحمر. وطبعا القصف كان يعني ليس فقط من سلاح الجو، كما قلت لك قصف اليوم كان مقتصرا بالدرجة الأولى على المدفعية الثقيلة. نعم. يعني يقال بأن قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام تقصف أو العفو تطلق النار برصاصات حارقة على بعض البيوت، مما أسفر عن احتراق 5 منازل في حي العزيزية بشكل كامل. نعم. وهناك يعني كما يقال بأن عملية حصار محافظ الحسكة في أحد المباني الحكومية من قبل وحدات حماية الشعب قبل الساعة جرت، ولكن ليس لدينا تأكيدات بهذا الخصوص. وردتنا هذه الأنباء شروان عن حصار محافظ الحسكة، طبعا محافظ النظام في الحسكة، ولكن لم نستطع التأكد بشكل طبعا. وأنا أيضا أقول ذلك إن حتى قبل ساعة يعني عملية الحصار كانت مؤكدة، ولكن تم احتجازه أو تحريره من قبل قوات النظام، هذه المعلومات لا زالت يعني محل غموض ولم تتضح حتى هذه اللحظة، ولكن عملية حصاري هي يعني الموضوع جدي يعني كما يقال. نعم. طيب شروان، ماذا عن الاشتباكات الآن؟ هل ما زالت متواصلة؟ كان هناك أحاديث عن أن اجتماعات ووساطات بدأت تدخل للتهدئة بين الطرفين، هل طبعا هناك اجتماع لم يسفر عن شيء، لم يعني يتم التوصل فيه إلى أي نتائج للتهدئة بين الطرفين، ماذا عن الاشتباكات وماذا عن هذه الوساطات التي تدعو للتهدئة؟ بخصوص الاشتباكات يعني منذ اللحظة الأولى لاندلاعها وحتى الآن يعني هي ليست اشتباكات مستمرة تستمر لساعات طويلة، يعني تنشب لنقل يعني ساعة من الزمن أو ساعتان وتتوقف لعدة ساعات ومن ثم يعني تبدأ من جديد. وفي الساعات الأخيرة هناك يعني توقف عن هذه العمليات، وخصوصا أنني أتواصل مع بعض الأشخاص، يعني مجرد أنهم يستطيعون التواصل هذا يدل أن هناك توقف للاشتباكات. نعم. بخصوص الوساطات التي تحدث، طبعا الاشتباكات السابقة التي كانت تحدث بين مؤسسات تابعة للإدارة الذاتية أو لحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤسسات أمنية وعسكرية تابعة للنظام كانت يعني معظمها اعتاد أبناء المنطقة على توقفها بعد زيارة وفد من القصر الجمهوري من دمشق إلى مطار القامشلي، وكانت تحدث يعني مناقشات غير معلنة عنها وتتوقف. نعم. هذه الاشتباكات وربما تصل إلى مساومات أخرى، ولكن بما أن الاشتباكات الأخيرة قد استخدم فيها سلاح الجو من قبل النظام، وكذلك صدور بيان من قيادة أركان جيش النظام لأول مرة بخصوص حزب الاتحاد الديمقراطي، ما يعني أن هناك تطورات قد تحدث ليس فقط على مستوى مدينة الحسكة وإنما على مستوى كل شمال سوريا التي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. نعم. والتي تشهد دائما نزاعات واشتباكات بين الطرفين الديمقراطي من 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 علاقاته مع النظام أو مع المحور الإيراني ليتحول إلى المحور الغربي الأمريكي، يعني التكونات السياسية والعسكرية كلها أصبحت مفتوحة أمام العوام وستتضح في الأيام القليلة القادمة وليست البعيدة. بالتأكيد. شروان، سؤال أخير، هل لديك معلومات عن عدد العائلات التي نزحت جراء القصف المدفعي وأيضا قصف الطائرات الحربية خلال اليومين الماضيين على أحياء في مدينة الحسكة؟ البارحة بخصوص العائلات التي نزحت بشكل جماعي كان عددها يفوق 400 عائلة، ولكن هناك عائلات نزحت بشكل انفرادي، يعني ليست لدينا أو لأحد إحصائية معينة حولهم، خصوصا يعني الحسكة تبعد مسافة 50 دقيقة إلى ساعة عن القامشلي وكذلك عن عمودة والدرباسية ورأس العين، وكل أهالي الحسكة لديهم أقرباء في هذه المناطق وأبناء العمومة، يعني هناك حالات نزوح انفرادي وجماعية. بالنسبة للجماعية كما قلت لك البارحة كان هناك نزوح ل400 عائلة، ولكن الحالات الانفرادية ليس هناك إحصائية محددة تحدد. شكرا جزيلا لك شروان إبراهيم مراسل أورينت نيوز، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا لك.
إلى حلب، حيث أفاد مراسل أورينت نيوز هناك أن معارك عنيفة تجري بين ثوار وقوات النظام وميليشيات شيعية تحاول التقدم باتجاه الكلية الفنية وتلتي المحروقات والجمعيات إلى الجنوب الغربي من المدينة. وبحسب مصادر ميدانية، فإن اشتباكات عنيفة تجري على تلة الأقرى بالقرب من مقالع الشرفة ضمن هجوم معاكس للثوار في محاولة للسيطرة على التلة، بعد أن تقدمت إليها قوات النظام في وقت سابق مكنها من رصد طريق الراموسة ناريا. في الأثناء، أكدت مكاتب الثوار الإعلامية في حلب مقتل ما يزيد عن 50 عنصرا لقوات النظام والميليشيات الشيعية العراقية واللبنانية إثر محاولة تقدم فاشلة لها إلى منطقة الراموسة غربي المدينة. وتظهر عدة مقاطع مصورة استهداف مجموعات كبيرة من الميليشيات الشيعية على أطراف الراموسة بصواريخ موجهة، كما تظهر صور جوية عمليات فرار جماعي لقوات النظام وميليشياته حاولت التقدم إلى الكلية الجوية. عن قوات طوارئ وقوات خاصة مهمتها هي التدخل السريع. جاءوا كجماعات رابطهم حقد طائفي لقتل الشعب السوري وثورته. والمفارقة أن مقتلهم جاء كجماعات كما أتوا تماما على تخوم مدينة حلب. الصور الأخيرة القادمة من حلب، ورغم ما أعطته من انطباع أول عن حجم تخبط الخطط العسكرية للنظام وحلفائه، تؤكد من جهة ثانية حقيقة التعتيم الذي تفرضه وسائل إعلام النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية عن حجم خسائرها اليومي في سوريا وحلب بشكل خاص. مكاتب الثوار الإعلامية التي تحدثت عن إحباط 7 محاولات تقدم فاشلة للنظام وميليشياته خلال الأيام الماضية، بثت مقاطع مصورة لما يشبه المقتل بخمسة تجمعات كبيرة للنظام والميليشيات الشيعية في محيط الكلية الفنية الجوية بمنطقة الراموسة. الله أكبر. وفيما تراقب إحدى مجموعات المرتزقة فرار أخرى في الراموسة، تقع ذات المجموعة بين قتيل وجريح بصاروخ موجه. هنا تجد تلك الميليشيات أو ما تبقى منها أنها وقعت في مستنقع وغير قادرة على تحديد مصدر إطلاق النار، ليأتي الفرار الجماعي كخيار بات أحد أساسيات قوات النظام وجهاته المختصة. وفي ريف حلب، أعلن مجلس منبج العسكري أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت كافة نقاط مدينة منبج وريفها التي تمت السيطرة عليها من قبضة تنظيم الدولة إلى المجلس، بالإضافة للخط الدفاعي الشمالي على الضفة الشمالية لنهر ساجور. وجاء في البيان الذي أصدره مجلس منبج العسكري أن قواته ستستمر في تحصين وتطوير دفاعات الجبهة الشمالية الممتدة في الريف الشمالي للمدينة، وتحديدا في محور التلال الشمالية عند نهر ساجور، وذلك لتأمين الحماية اللازمة للمنطقة عبر خط دفاعي. قالت مصادر ميدانية في داري بريف دمشق الغربي أن قوات النظام سيطرت على كتلة جديدة من الأبنية في المحور الجنوبي للمدينة. وتظهر صور بثها ناشطون عددا من دبابات النظام وكاسحات الألغام أثناء محاولاتها التقدم إلى عمق المدينة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع الثوار تركزت على المحورين الجنوبي والغربي. أما في الأثناء، فقد قال مجلس داري المحلي أن ما يزيد عن 40 برميلا متفجرا، بعضها يحوي مادة نابالم الحارقة، استهدفت أحياء المدينة في الساعات 24 الماضية، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا بين المدنيين وحدوث حرائق في الأبنية والممتلكات. ما تزال مدينة داريا تتعرض لحملة قصف جوي ممنهج على مدى أشهر، حيث تدمر أحياؤها شيئا فشيئا. وما زاد الأمر سوءا هو استخدام نظام الأسد لنوع جديد من الصواريخ التي تحوي مادة النابالم الحارقة، والتي تتناثر في المكان الذي تسقط فيه مسببة حرائق واسعة. أما النقاط المستهدفة فهي مدنية بامتياز، وهي الرقعة السكانية التي تبقت للأهالي، ولعل آخرها كان المستشفى الميداني الوحيد في المدينة والذي بات خارجاً عن الخدمة.
وصرنا يومين نحن عم نعاني وعم نواجه هدايا روسيا والنظام اللي صاروا يستفيدون براميل حارقة، براميل النابال، البرميل اللي عم ينزل من المنطقة على البناء أو على البيت أو على المكان بينشر النار حواليه لمساحة طويلة وصعب إطفاء، عم نحاول نطفيها بالماء بس ما عم تنطفى معنا. مع كل برميل يسقط على المدينة تصل تسجيلات مصورة توثق ما يحدث لها، ومع كل انفجار يحصل تخرج صيحات الأهالي عبر بيانات تصدر عن المجلس المحلي للمدينة تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها وفعل شيء ينقذ ما تبقى من الأهالي. داريا المدينة اليتيمة كما يسميها سكانها، نظرا لتعرضها لحصار من جهتها الأربع، باتت اليوم تتعرض للإبادة الجماعية بأسلحة محرمة دوليا. المادة هي لزجة سائلة شبه سائلة، بجوز وقت عم تشتغل وتلتصق يعني تنصدم بالأرض أو بالمكان عم تصير سائلة أكثر بالحماوي وتشتغل، عم تنفرد وتغطي مساحات أكبر تشتعل النار أكثر. في كل زاوية من زوايا المدينة يبقى الأمل حاضرا للصمود في وجه طائرات ومدرعات النظام التي لم تترك حجرا على حجر إلا وناله نصيب منها في ظل سياسة إحراق وتدمير كل شيء حتى المشافي والمدارس بأسلحة تعرف أنها محرمة دوليا. محمد عبد الرحمن، أورينت نيوز، مدينة داريا. أفادت مصادر محلية من بلدة مضايا في ريف دمشق الشمالي الغربي أن الهلال الأحمر أخلى 18 شخصا من البلدة باتجاه العاصمة دمشق، وأوضحت المصادر أن الحالات التي تم إخراجها هي حالات ملحة، بينها 13 طفلا أخرجهم الهلال الأحمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة ليتم نقلهم إلى دمشق لتلقي العلاج. هذا وسجلت الهيئة الطبية للمدينة وفاة رضيعة بعد ساعات من ولادتها بسبب سوء الأوضاع الطبية وغياب الأخصائيين. أعلن جيش الإسلام استعادة نقاط جديدة في بلدة حوش نصري بمنطقة الغوطة الشرقية لدمشق عقب معارك عنيفة مع قوات النظام وميليشياته. وقال المكتب الإعلامي لجيش الإسلام إن 14 عنصرا للنظام قتلوا في محيط حوش نصري بالإضافة لتدمير دبابة وعربتي شيركا وبي أم بي. حدث هذا في وقت شنت فيه طائرات النظام غارات جوية على محاور الاشتباك وصولا لبلدات وقرى الشيفونية والمحمدية وحزرمة والزريقة، وأسفرت عن سقوط 4 شهداء في بلدة أوتايا وجرح عدد آخر بينهم أطفال. مريف دمشق، معنا هادي المنجد مراسل أورينت نيوز مباشرة. أهلا بك هادي. دعنا نبدأ من داريا، هل ما زال القصف مستمر على هذه المدينة المحاصرة؟ وماذا عن الأنباء التي تحدثت عن تقدم النظام إلى كتلة جديدة من الأبنية والسيطرة عليها؟ هادي، يبدو أن هادي لم يجهز بعد. بالعودة إلى أخبار حلب، معنا إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز مباشرة من هناك. أهلا بك إبراهيم. نتحدث عن آخر التطورات في مدينة حلب وهذا التقدم إلى تلة الأقرع من قبل الثوار، طبعا وصد هجوم على الكلية الفنية من قبل الثوار، طبعا هجوم قام به النظام وميليشياته هناك. نعم، أهلا بك وسام وبالسادة المشاهدين. من موقعنا هنا بأقرب نقطة يمكن البث منها في محيط منطقة الراشدين الجنوبية الغربية، وتحديدا في محيط منطقة عقرب، هذه المنطقة التي ما زالت تشهد معارك عنيفة بين الثوار وقوات النظام، ووصولا على جميع محاور الغربية من مناطق مدينة حلب التي تحاول قوات النظام جاهدة مدعومة بميليشيات شيعية وتحت غطاء جوي من طائرات العدوان الروسي استرداد السيطرة على النقاط التي تقدم إليها الثوار في جميع المحاور المذكورة، ومحاولة محاصرة الثوار عبر عدة عمليات عسكرية تم التغلب عليها من قبل الثوار خلال يومين الماضيين. لعل أبرز
هذه الأعمال ما تم في منطقة القراصي بالتحديد ومنطقة ثلاث المحروقات إضافة إلى ثلاث جمعيات ومنطقة العامرية. هذه المحاولة كان يحاول من خلالها النظام التقدم ورصد طريق إمداد الثوار باتجاه مناطق مدينة حلب، هذا الطريق الذي تم فتحه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى محاولة رصد طريق إمداد الثوار إلى منطقة 1070 شقة عبر محاولة التقدم إلى منطقة عقرب. جميع التطورات العسكرية سوف نناقشها وسام مع قائد غرفة عمليات الراشدين، ضيفنا هنا النقيب أمين، ثم بعد ذلك سوف أجيب على الأسئلة إن كان لديك أسئلة. نعم تفضل. نقيب أمين أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. نعم نقيب أمين، نتحدث عن معارك عنيفة تدور على جميع محاور المنطقة الغربية من مدينة حلب بالتزامن مع تأخير المرحلة الرابعة ومحاولة النظام استرداد السيطرة على جميع النقاط التي تقدم إليها الثوار. لو شرحت لنا بداية إلى أين وصلت المعارك وهل هناك تقدم لقوات النظام على أي محور؟ الفضل لله خلال الأيام الماضية القليلة حاول النظام أكثر من 7 محاولات وأصبحت محاولاته شبه يومية للتقدم باتجاه عدة محاور، نذكر منها القراصي وثلاث الجمعيات العامرية الكلية الفنية الجوية وصولا إلى منطقة سوق الجبس والألف وسبعين شقة. تم تكبيد النظام خسائر فادحة والحمد لله في العتاد والأرواح وخاصة في قطاع عقرب أو سوق الجبس، حيث مني بأكثر من 200 قتيل بين محور سوق الجبس ومحور الألف وسبعين شقة. ما زالت معارك طاحنة حتى هذه الساعة، النظام يستخدم جميع أنواع القصف والأسلحة المعروفة لدينا والغير معروفة والمحرمة دوليا، بارجات روسية أصبحت تطلق صواريخ باليستية من البحر الأبيض المتوسط، كان خمس إطلاق خمس صواريخ البارحة سقطت في ريف حلب الغربي. كل هذا الضخ من العدوان الروسي أو من روسيا الدولة التي أو معترفة بحقوق الإنسان، هي من كسر جميع القواعد المعروفة في حقوق الإنسان، استخدمت جميع أنواع القنابل المحرمة دوليا ضد شعب سائر. نعم سيد نقيب أمين، المعارك حاليا يحاول من خلالها النظام قطع طريق إمداد ثوار الذي تم فتحه خلال الفترة الماضية، حدثنا عن وضع هذا الطريق حاليا وهل هناك حاليا إدخال مساعدات أو مواد غذائية باتجاه مناطق مدينة حلب أم أن هذا الطريق متوقف؟ الطريق يفتح لعدة ساعات يوميا لا نستطيع تحديده. الطيران قام مؤخرا بآلاف الغارات على هذا الطريق، هناك سيارات مدمرة كثيرا، نحاول دائما إدخال المساعدات الإنسانية وتم إدخال كميات لا بأس بها من جميع المواد كالمحروقات والمساعدات الإنسانية والمواد الطبية، تم نقل الجرحى الذين هم بحاجة إلى مشافي أكثر تطورا. موضوع المشافي الكل يعرف، مؤخرا قامت الطائرات الروسية بقصف جميع المشافي في حلب وريف حلب، الفضل لله تم تجهيز عدة مشافي قامت بإيواء المصابين من إخواننا المدنيين في جميع المناطق. نقيب أمين، خلال الأسبوع الماضي كان إعلام النظام يتحدث عن حملة يستهدف من خلالها استرداد السيطرة على جميع النقاط التي تقدم إليها الثوار، هل هذه المعارك الدائرة حاليا ضمن إطار هذه الحملة أم أن هناك مؤازرات استخدمها النظام للبدء بحملة جديدة؟ طبعا النظام دائما يستخدم مؤازرات وخاصة من الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات المساندة كحركة النجباء العراقية وحزب اللات بقيادة حسن زميرة، الفضل لله لم يستطيعوا التقدم على أي محور، كانت خسائرهم كبيرة والفضل لله الثوار أثبتوا جدارة وموقف كان مشرف. هذا الموقف الذي طمأن جميع سكان سوريا، خاصة أن جميع الجبهات متوقفة في سوريا، فقط جبهة حلب أو مدينة حلب هي العاملة كفصائل المعارضة، نطمئن الناس أننا لن نتوقف حتى تحرير كامل الأراضي السورية. سيد نقيب أمين، بالتزامن مع تأخير مرحلة الرابعة كما ذكرت، هناك حاليا أنباء تتوارد وتكثر إشاعات حول وجود أو حول قيام الأمم المتحدة بتقديم مشروع هدنة تتضمن وقف العمليات القتالية 3 أيام في كل أسبوع، هل هناك من صحة لهذه الأنباء وما هو موقفكم في غرفة عمليات الراشدين والثوار بشكل عام تجاه هذه الأنباء؟ بالنسبة للأمم المتحدة طوقت حلب لمدة 31 يوم، قصفت المشافي فيها وطوقت الناس المدنية وإصابات كانت عديدة لم نستطع إخراجها لمدة 31 يوم، لم تقدم أي هدنة خلال هذه الأيام.
في هذه الأيام لم تعرض هدنة كما قيل، ولم نتلقى أي اتصال من هيئة الأمم المتحدة أو من أي جهة كان لعرض هدنة. روسيا كانت تتحدث عن إيقاف للطيارات أو هدنة، ولم تلتزم ولن تلتزم هي ومن معها وخاصة هذا النظام بأي هدنة. نحن مستمرين في أعمالنا القتالية، الآن نحاول امتصاص الهجوم المضاد الذي قامت به قوات النظام مع الميليشيات المساندة. الفضل لله لم نخسر أي متر من المناطق التي استطعنا التقدم لها، الطريق ما زال مفتوح إلى إخواننا في حلب، يغلق في بعض الساعات نتيجة شدة القصف من الطيران الروسي. نشكر النقيب أمين قائد غرفة عمليات الراشدين على هذه المداخلة. إذا وسام، لم تتمكن قوات النظام والميليشيات الشيعية خلال الأسبوع الماضي من تحقيق أي تقدم على الأرض على الرغم من الغطاء الجوي العنيف الذي نفذته طائرات عدوان روسيا على جميع المناطق. وفي تقدير للنقيب أمين قبل قليل أكد بأن أعداد القتلى من قوات النظام والميليشيات الشيعية فقط خلال يومين الماضيين تفوق 200 قتيل حسب إحصائية لدى غرفة عمليات الراشدين. نعم، أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب على كل هذه المعلومات. طبعا كان هناك أسئلة ولكن ضيفك الكريم قد جاوب عليها. شكر موصول أيضا لقاء غرفة عمليات الراشدين السيد أمين، وشكرا جزيلا لك مرة أخرى إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من حلب. بالعودة إلى ريف دمشق نعود وإلى هادي المنجد مراسل أورينت نيوز. هادي، هل تسمعني بداية؟ هادي؟ نعم وسام، أسمعك جيدا. نعم هادي، نبدأ من داريا والمعلومات التي تحدثت عن تقدم قوات النظام إلى كتلة أبنية جديدة وسيطرت عليها. طبعا هذه الأنباء وردتنا بالإضافة إلى موضوع القصف بقنابل النابالم، هل ما زال القصف مستمر على مدينة داريا المحاصرة؟ نعم وسام، بالفعل أوضاع إنسانية قبل العسكرية، أوضاع إنسانية يعني صعبة يعيشها المدنيين داخل المدينة في داريا. 8300 شخص يعيشون أوضاع سيئة ومذرية جدا، لا ماء لا دواء لا حتى طعام، يعني منذ 1370 يوم على التوالي. هذه المنطقة التي تقصف بشتى أنواع الأسلحة وقوات النظام تحاول السيطرة على أجزاء منها. بالأمس بالفعل يعني تقدمت قوات النظام يعني وسط سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها، يعني في كل يوم تقصف هذه المدينة بأكثر من 40 برميل متفجر. واليوم يعني منذ أسبوع تقريبا وقوات النظام بدأت في استخدام قنابل النابال المحرمة دوليا، يعني سياسة التهجير وسياسة القمع وسياسة يعني الأرض المحروقة تتبعها في كل شبر وكل بناء في مدينة داريا. طبعا عمليات كر وفر في هذه الأبنية التي سيطرت عليها قوات النظام، هناك خسائر بشرية لقوات النظام، لكن يعني عمليات الكر والفر مستمرة. لا يمكن أن نقول أن قوات النظام سيطرت بشكل كامل على الكتلة الأبنية، لأن الاشتباكات عنيفة يعني في جميع المحاور وجميع المناطق. لكن قوات النظام كما تحدثت لك وسام منذ قليل، سياسة الأرض المحروقة التي تستخدمها سياسة النابال الحارق الذي يحرق يعني كل شيء يأتي عليه، هذه تأتي عليه هذه البراميل يحرق بشكل كامل. لا تستطيع حقيقة فرق الدفاع المدني ولا يستطيع المجلس المحلي هناك يعني إطفاء هذه الحرائق، لأن النابال لا ينطفئ يعني بالمياه. يعني فرق الدفاع المدني لا تملك العتاد الكامل لإطفاء هذه الحرائق، لكن يعني بدأوا باستخدام أشياء يعني جديدة وهي التراب، يعني تعبئة أكياس من التراب ورشقها على براميل النابال لإطفاء هذه الحرائق، لأن بالمياه يعني عند إطفائها بالمياه تقوم يعني تشتعل النيران، يعني كل ما زادوا عليها المياه لبراميل النابال أو على الأماكن التي تقصف يشب بها النار وتحترق. هناك نداءات وجهها المجلس المحلي في منطقة داريا للأمم المتحدة، لكن حقيقة حتى هذه اللحظة لم
لم يأتي الرد من الأمم المتحدة أو أي منظمات دولية حول دارية التي تباد حقيقة بشتى أنواع الأسلحة. نعم، بالانتقال إلى الغوطة الشرقية هذه، وآخر الأخبار عن أو عما أعلنه جيش الإسلام في بيان له عن مقتل عدد من عناصر النظام بالتحديد في بلدة حوش نصري، ما الذي يجري هناك حقيقة هذه؟ نعم بالفعل، يعني أعنف الاشتباكات تدور في منطقة حوش نصري، هذه المنطقة التي سيطر أكثر من 90% النظام عليها حقيقة، اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا على هذه المنطقة. استطاع جيش الإسلام في الفترة الأخيرة من تحرير عدة أبنية وتحرير المدرسة داخل هذه المنطقة. المدرسة طبعا بناء المدرسة كان يكشف منطقة حوش الظواهر ويكشف عدة مناطق ويكشف طريق الشيفونية حقيقة، لكن يعني الثوار في هجوم مباغت وعملية انغماسية استطاعوا من تحرير هذه المدرسة، والعمل العسكري لجيش الإسلام قائم على تحرير يعني بلدة حوش نصري، أكثر من 15 قطيف بالإضافة إلى تدمير دبابة على هذه الجبهة وسط اشتباكات وقصف عنيف روسي حقيقة لا يهدأ اليوم. أكثر من 20 غارة جوية نفذتها المقاتلات الروسية اليوم على كل من الشوفونية، منطقة دوما التي سقط بها 3 شهداء، منطقة المحمدية التي أطلق فيها الرحمن حقيقة معركة وسيطر على أجزاء واسعة يعني من مزارع البردون ومزارع بالا وسط اشتباكات عنيفة. قوات النظام والطيران الروسي يقوم بقصف هذه المناطق بشتى أنواع الأسلحة من منطقة المحمدية، منطقة البحارية، جميع هذه المناطق تقصف بشكل يومي وشكل دوري. يعني اليوم أكثر من 20 غارة فذتها المقاتلات على كل من الغوطة الشرقية ومنطقة خان الشيح في الغوطة الغربية. شكرا جزيلا لك هادي المنجد، مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من ريف دمشق. ريف دمشق إلى ريف إدلب، حيث أفادت تنسيقيات محلية هناك بسقوط عدة صواريخ باليستية روسية على أطراف قرية الشغر غربي جسر الشغور دون ورود أنباء عن حجم الأضرار أو أعداد الضحايا. إلى ذلك شنت طائرات العدوان الروسي غارات جوية ليلية على مدينة سراقب في الريف الشرقي وسط أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وأفاد مراسل أورينت نيوز بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف جوي على مخيم للنازحين في قرية تل الشيح وبلدتي أرمناز وتلعاس. للمزيد من التفاصيل معنا هاشم العبدالله مراسل أورينت نيوز، يحدثنا مباشرة من سهل الروج في ريف إدلب. أهلا بك هاشم. إذن قصف مكثف على جسر الشغور وريف جسر الشغور، هناك صواريخ روسية باليستية وأيضا هناك غارات على منطقة سهل الروج، ضعنا في صورة التفاصيل والأوضاع لديك هناك. نعم وسام، حوالي 3 صواريخ باليستية سقطت على بلدة الشغر وعلى أطرافها. مصدر تلك الصواريخ هي قوات النظام أو البوارج الروسية المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل السورية، سقطت مساء الأمس. طبعا الأضرار هي جميعها مادية، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تستهدف فيها القرية وأطرافها بالصواريخ الباليستية، حيث كانت آخر مرة منذ أسبوع تقريبا وقبلها بيومين 3 دفعات من الصواريخ الباليستية سقطت في هذه المنطقة. طبعا جميع الأضرار فيها في هذه المرة الأخيرة هي أضرار مادية، حيث سقطت على أطرافها وفي المناطق القريبة من القرية. أيضا في مدينة جسر الشغور منذ قليل نفذ الطيران الحربي الروسي عدد من الغارات الجوية على مدينة جسر الشغور بالصواريخ العنقودية، حيث سقط حوالي 16 جريحا بين صفوف المدنيين. طبعا لا حجم للدمار بسبب الصواريخ أو حتى القنابل العنقودية التي سقطت بين المدنيين، تشظيها كبير أوقعت عدد من المصابين، كون الاستهداف كان للسوق الرئيسي داخل المدينة السوق الصاغة. فرقة الدفاع المدني قامت بإنقاذ الجرحى وإسعافهم إلى المشافي الميدانية إلى المناطق المجاورة. أيضا بنفس الاستهداف استهدفت قرية عدوان بسهل الروج، أدت إلى سقوط شهيدتان امرأتين، واحدة منها عمرها 40 عاما والثانية عمرها 30 عاما طبعا، وحوالي 50 جريحا.
نفس مدينة جسر الشغور، لا يوجد هناك دمار، كنا في المكان لا يوجد هناك دمار، ولكن كان هدف الطيران الروسي باستهدافها بالقنابل العنقودية إيقاع أكبر عدد ممكن من الأهالي بين شهيد وجريع. الحصيلة طبعا هي أولية نتيجة كثرة الإصابات، 50 إصابة، تراوحت نسب الإصابة بين متوسطة وخفيفة وخطيرة، 27 إصابة منها خطيرة تم نقلها إلى المشافي ويتلقون الآن العلاج. من المحتمل أن تزداد حصيلة الشهداء بسبب الإصابات الخطيرة. أيضا لا. استهدف الطيران الحربي اليوم قرية بابولين بالريف الجنوبي بأربع غارات جوية بالصواريخ الفراغية، أدت إلى سقوط شهيدين أحدهما أطفال وعدد من الجرحى. أيضا استهدف الطيران الحربي بلدة التمانعة بالريف الجنوبي وبلدة إسكيك. أيضا بلدة التمانعة تعرضت لقصف مدفعي من حواجز قوات النظام المتواجزة بريف حماة الشمالي بالقذائف المدفعية الثقيلة. اليوم الاستهداف كان أيضا على هذه المناطق وعلى مدينة بنش التي سقط فيها شهيد وعدد من الجرحى بغارة جوية روسية على المدينة وعلى أطرافها. أيضا استهدف الطيران الحربي بغارة جوية الطريق الواصل بين حزانو ومدينة معارض مصرين دون ورود عن إصابات. أي اليوم عاود الطيران الحربي نشاطه. البارحة كان حجم أو تحليق الطيران الحربي أقل من اليوم، اقتصرت على بعض الغارات كمدينة أرمناز والمناطق المحيطة بها، لم يسجل أضرار كثيرة، اقتصرت على الماديات. اليوم عاد الطيران بكثافة، ولكن أغلب الغارات كانت بالصواريخ والقنابل العنقودية. طبعا هذه تحدث إصابات كثيرة ولا تحدث دمار. نعم. ما زال الطيران هاشم هاشم أرجو أن تبقى معي. طيران الاستطلاع هناك. نعم. نوع جديد من الطيران. نعم أرجو أن تبقى معي، سأنتقل إلى سيف العبدالله مراسل أورينت نيوز أيضا مباشرة من حماة. تحدثت عن قصف طال قرى في ريف حماة الشمالي والغربي، إليك سيف وآخر التطورات هناك، خاصة القصف من قبل الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد على نقاط عدة في الريف الحموي. نعم وسام، تحية طيبة لك والجميع المشاهدين. بالنسبة للطيران الحربي أو ريف حماة الشمالي، استمر الطيران الحربي والمروحي منذ مساء البارحة وحتى هذه اللحظات في قصف مدن اللطامنة وكفرزيتا وأيضا اللحاية ومعركبة بالغارات الجوية المكثفة العنيفة. ليلة البارحة لم يهدأ الطيران الحربي على بشن غارات على هذه المناطق. أيضا قام الطيران المروحي بإلقاء براميل وألغام متفجرة على قرى اللطامنة وكفرزيتا ومعركبة أيضا واللحاية. يعني هذه الهجمة التي يقوم بها الطيران منذ ثلاث أيام أو أربعة أيام يشن فيها غارات جوية مكثفة على هذه المناطق، بالإضافة إلى قصف المدفعي العنيف الذي يتم قصفه من قبل الحواجز المحيطة في هذه المناطق من قبل حواجز دير محردة وحواجز المكاتب أيضا في صوران. تم قصف مدينة مورك بالقذائف الصاروخية والمدفعية، وأيضا في الريف الشرقي أيضا تم قصف قرية سكيك وقرية عطشان في ريف حماة الشمالي الشرقي. نعم. بالنسبة لأعداد الضحايا سيف، هل لديك أعداد يعني ولو تقريبية جراء هذا القصف؟ نعم، بالنسبة للقصف الذي طال مدينة كفرزيتا أدى إلى إصابة امرأة و عدد آخر من الشبان، بالإضافة إلى إصابة طفل جراء القصف المدفعي من حاجز صوران في ريف حماة الشمالي. لم تنجم بقية القصف أو بقية المناطق التي تم قصفها عن إصابات. يعني هذه المناطق تعتبر حقيقة هي مناطق شبه خالية من السكان أو مناطق لا يوجد فيها كثافة سكانية عالية. نعم، أعود إليك هاشم، كنت قد قاطعتك قبل قليل طبعا ورحبت بسيف العبدالله. أعود إليك هاشم، كنت تتحدث وقاطعتك، تفضل هاشم أكمل. نعم كنت أتحدث عن طيران الاستطلاع، طيران الاستطلاع الذي يكاد لا يفارق الأجواء. البارحة شوهد طائرات كبيرة برفقة طائرات أصغر منها حجما في سماء محافظة إدلب، طبعا جابت الحدود السورية التركية، وكان هناك دورانات فوق مدينة إدلب وصولا إلى منطقة جسر الشغور. طبعا يعني هذا التحليق يكون بشكل يومي حتى في الليل.
أحيانا يترافق القصف من الطائرات الحربية الروسية وحتى طائرات قوات النظام بالتزامن مع تحليق هذه الطائرات. أعود إلى القصف ومناطق التي تشهد قصف أيضا في منطقة ريف جسر الشغور الغربي، تتعرض لقصف مدفعي عنيف وأيضا بالبراميل المتفجرة كالناجية والكندة بالريف الغربي من طائرات النظام الحربية والمروحية، أيضا براجمات الصواريخ والقذائف المدفعية من مراكز ومناطق تجمع قوات النظام في جبل الأكراد. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من ساحل الروج في ريف إدلب. وأيضا الشكر موصول إليك سيف العبد الله مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة أيضا من ريف حماة. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام جولة الرابعة لليوم، وإليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. 20 شهيدا مدنيا في قصف للنظام على حي العزيزية بالحسكة، والقوات الأمريكية تسحب مستشاريها من أطراف المدينة. ثوار حلب يصدون محاولة تقدم للنظام باتجاه الكلية الفنية، ويستعيدون أجزاء من تلة الأقرى في هجوم معاكس جنوب حلب. تصاعد حدة الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام جنوبي مدينة داريا، والأخيرة تسيطر على عدة أبنية سكنية. دائما مشاهدينا للمزيد من الأخبار أوريان داش نيوز دوت نت. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.